لو اي حد مريض تعبان وراح لدكتور والدكتور قال له موضوعك صعب، موضوعك مش هينفع، موضوعك كبير، هتعيش كده، اصله مزمن، اسمه حلقه النهارده لانها تجربه انا عشتها لسه الفتره اللي فاتت دي، ويمكن الحلقه دي جايه كده سبحان الله. اسمعوا بقى حلقه النهارده من حلقه جديده من ابن بيت سعيد مع دكتور اسماء سعيد. من حوالي اسبوع او اسبوعين كنت نازله جيم، بعمل رياضتي مش عارفه ايه، فحسيت بشكه في رجلي. المهم مع التمارين الكتير وكده فلقيت رجلي وجعاني جدا مش قادره خالص. المهم طبعا انا وركزوا بقى في حته المقوله دي، طالما في الم يبقى في مشكله. طب المشكله دي فين؟ جوايا انا. انا بفهمها كده، اصل ربنا مش بيديني الم الا اذا كنت انا سبب في حاجه. في ناس ممكن تعترض عليا في الكلام ده، بس اسمعوا بس القصه النهارده وبعد كده هفهمكم الفكره فين. طالما انا عندي الم في حته يبقى في طاقه سلبيه دخلت، او في مشكله عندي، او في حاجه بيني وبين ربنا، او المهم. بس مش معنى كده ان انا ما بروحش للدكاتره، لا، رحت للدكتور، عملت اشعه، قالوا لي ان في حاجه اسمها شوكه عظميه في رجلك. طيب لما انا فهمت عرفت ان هي شوكه عظميه، دخلت للدكتور. اسمعوا بقى الكلمتين دول. اول ما دخلت قلت له وريت له اشاعات ومش عارفه ايه، فلقيته بيقول لي بصي انا هقول لك على حاجه عشان بس واخده بالك من كده. قلت له اتفضل. طبعا قال لي انت هتاخدي علاج ممكن احتمال كبير جدا ما يجيبش نتيجه. اسمع بس كلام الدكاتره، ممكن احتمال كبير جدا جدا ما يجيبش نتيجه، وبعدين هتعملي حاجه اسمها توكينج ويف، تقريبا علاج طبيعي، وبرده احتمال كبير جدا ما يجيبش نتيجه. رقم ثلاثه بقى تحطيني حقن الكورتيزون، وفي الاخر برضه مش هيجيب نتيجه. كل الكلام ده كلام الدكتور. وفي الاخر بقى تخشي عمليه، وبعد ما تخشي العمليه بصي بس الكلام بتاعه، العمليه مش مضمونه. طب انت لو مكاني هتعملي ايه؟ لو روحي موتي بقى. لو انا عارفه ان انا بفضل ربنا انا مش عاديه، والله بجد انا بقولها كده، انا مش عاديه. ليه؟ لان انا ما بقولش اي كلمه واقعيه، انا مش ماشيه مع الواقع. ليه؟ لان انا عارفه ان ربنا الشافي اصلا. انت بتتكلم في ايه؟ روحت ما انكرش ان انا كنت متضايقه شويه، بقيت ادور مش عارفه اعمل ايه. المهم فانا بقى ايه، طبعا هشتغل لكم على حته السعي والدعاء والحاجات دي كلها في رمضان باذن الله، بس انا بقول لكم بس الاول على الاقل تغيروا تفكيركم في ايه. رحت لمين؟ لربنا. قعدت اسال يا رب انا عايزه افهم ايه الرساله اللي انت عايز توصلها لي من الالم ده؟ طب ايه الغلط اللي انا عملته عشان اوصل للالم ده؟ طب يا رب ايه الحل؟ انا عارفه ان فيها حل، مفيش حاجه اسمها ده ليه حل، انا واثقه من ده. خدت العلاج لمده يومين بالظبط. المهم عملت سيرش على النت على موضوع الشوكه العظميه، فهمت ان انا المشكله بقى اللي انا وقعت فيها. لما سالت ربنا، ربنا اكيد طالما انت ظنك فيه انه هيجاوبك وواثقه انه هتوصلي، فضل ربنا عليا. المهم ما عملت سيرش، فهمت ان الشوكه العظميه بتحصل بسبب ان انت بتفضلي تمشي كتير جدا. انا عن نفسي كنت بمشي كتير جدا جدا بس من غير اي حاجه في رجلي. بمشي كتير جدا، ممكن ساعة ممكن ساعتين، بلعب رياضة مش عارف ايه عشان انا عايز اخس وهكذا. ففهمت ان انا ما بمشي كتير جدا جدا جدا، رجلي من كتر الاحتكاك انت عمالة تعملي كده في حاجة صلبة حصل التهاب جوه، فهو ده اللي سبب الألم. طب انا عرفت السبب، الحل ايه؟ الحل ان انا المفروض في كوتش رياضي بحاجات معينة المفروض انت تستخدميها. فرحت جدا وقلت الحمد لله، وعرفت ان انا ربنا بعت لي الحته دي رساله منه بيقول لي ان كده غلط ما تعمليش. وصلت؟ فهمت قصدي؟ يبقى كل حاجه في الدنيا بتبقى عن طريق رساله. وفهمت ان انا لو كنت استمريت في المشي كده كانت هتاثر على ركبتي وكان هيبقى موضوع اكبر بكتير، والله العظيم، والله ويشهد عليا ربنا. بمجرد ان انا عرفت الحته دي كنت راجعه بقى تاني مظبطه، حطيت لبست الكوتش بتاعي وظبطت نفسي، ولكن عملت السحر. ايه هو السحر بقى؟ زيت الزيتون. عامله حلقه قويه جدا برده في رمضان عنه، انا هتدعولي لو طلعتوا بس في الحته دي. زيت الزيتون ده عباره ربنا قالها لي عنه في القران، يكاد زيته يضيء بيشفط اي التهاب. عارفه ظهرك وجعك؟ انا كان برده فتره كده من الزمن كان ظهري وجعني، مسكت حاطط زيت زيتون ولا بقى هتدخلي مراهق في حياتك تاني ولا مسكنات ولا علاجات ولا اي حاجه. زيت الزيتون رائع، بتحطه كل يوم كل يوم.
وانا عارفه ان في هنا مركز طاقه. بغض النظر عن مركز طاقه، الرسول كان بيعمل ايه؟ كان بيحط في الحته دي كده، وليه بيحط ايده على مكان الالم؟ هو كده ما. بغض النظر حتى لما فهمتيش ده بتاعه ايه، وقعدت اقول فتحه ومعوذتين وايه الكرسي على كعب رجلي يوميا مع زيت الزيتون. والله العظيم مش انا قلت لكم انا خدت العلاج يومين، انا وقفت العلاج يومين بالظبط، وبقيت انزل واجري واتنطط وامشي ولا كاني في حاجه. ورساله مني للدكتور اللي كان بيقول لي مش هيجيب نتيجه، اصل صعب، حرام عليكم اتقوا الله. اسمعوا بقى مني يا اي دكتور بيسمعني، او حتى لسه طالبه في طب، او والله العظيم انا عشان انا فاهمه ما تاثرتش، لكن انا بيجي لي عملاء جوه المكتب ابص الاقي بنت تقول لي بصي يا دكتور بيقولوا لي اصل مرضك مزمن، اصل ما فيش حل هتعيش بالعلاج العمر كله. في دكتور او طبيب محترم بيقول كلمه زي كده؟ انت لو تعرف ان ربنا اسمه الشافي عمرك ما هتدي فكره سلبيه كده لحد عندك. نصيحه مني، حرام اتقوا الله. انا دلوقتي لو جالي حد وقلت له المرض بتاعك ممكن يكون صعب، بس ما فيش حاجه صعبه على ربنا، اشتغل في العلاج وظبط علاقتك مع ربنا وشوف حياتك هتبقى عامله ازاي. طب اظبط علاقتي مع ربنا ليه؟ منها الاكل الصحي، ما انا لو باكل اكل صحي مش هيجيلي مرض اصلا. منها ان انا ما افضلش اتكلم على حد لان كل طاقه سلبيه بتخش تاثر في جسمي. منها حاجات كتير، مش العلاقه بربنا ان انا اصلي واصوم، لا لا، العلاقه بربنا بجانب الصلاه والصيام والحاجات دي. اظبط العلاقه، طالما في الم، طالما في الم يبقى في مشكله مع ربنا. تاني، طالما في الم في مشكله مع ربنا. واظن انتوا سمعتوا قصه رجلي اللي انا ما كنتش 6 شهور بتحرك، فضل ربنا عليا. اسمعوا الحلقه دي اسمها رحله شفائي من مرض خطير كان الاطباء يقولون عنه مستحيل. فدي يمكن تجربه بسيطه، يمكن انا ما حضرتلهاش، يعني انا فعلا ما حضرتش الحلقه دي ولا كتبت، بس انا فعلا بقول الكلام ده كله والله العظيم طالع من قلبي، لان تجربه انا عشتها فحبيت انقلها، وانا واثقه ان انا لما اشكر ربنا. طبعا ده برده من ضمن خطط السعي والدعاء اللي هقولها ان شاء الله في الحلقات. انا لما اشكر ربنا اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب على نعمه صحه رجلي، والله العظيم مستحيل انها تزيد، بل بالعكس بل بتقل تقل تقل لحد لما تختفي كده، لان انا واثقه ان ربنا قال لي في القران لان شكرتم لازيدنكم. ايه ده يا دكتور، هو احنا مش بنشكر عشان على النعمه اللي عندنا؟ بنشكر على النعمه اللي انت عايز توصل لها من قبل ما توصل لها، وبنشكر على النعمه اللي عندنا، وشكر كتير قوي انا بتكلم عنه في الكتاب. فزي ما قلت لك اهو، رساله لاي حد مريض، اوعى صغر ربنا جواك وكبر ربنا على اللي انت فيه، سواء بقى مشكله ماديه، مرض عضوي، او مشكله ماديه، او اي حاجه. ورساله للاطباء، اتقوا الله. حرام عليك لما تروح لعميل جاي لك او لمريض عندك وتقول له اصل مرضك صعب ومرضك مزمن. مفيش حاجه صعبه على ربنا، ربنا قال واذا مرضت هو اللي بيشفيني. لو دخلت له الفكره دي والله ربنا هيرضيك وهيرضيه، وربنا هيدخل النفع عليك وعليه. احنا بنشوف دكاتره اصلا عندهم امراض الدنيا والاخره، صح؟ ما هو لو كان المعتقدات بتاعتهم دي نفعتهم كانت نفعتك انت كمان. فالرسالتين يا رب يكونوا وصلوا، ويا رب يكونوا وصلوا من قلبكم. انا كان جاي لي بنت، كانت البنت دي من العراق، كانت عامله معايا جلسه تليفونيه، بس كانت عاملاها عن طريق العلاقات الزوجيه. لما فوجئت انها بتكلمني، انا واثقه انها ان شاء الله هتشوف الفيديو ده، ممكن تدخل تعلق كمان. كلمتني قالت لي يا دكتور انا الحقيني يا دكتور. قلت لها في ايه؟ احنا كنا كويسين. قالت لي انا ماليش دعوه دلوقتي العلاقات خالص، انا يا دكتور رحت عملت اشاعات، كان عندي حاجه ميه في الرئه، فرحت عملت اشاعات. الاشاعات دي والله يشهد عليها ربنا في كل كلمه انا بقولها في الموقف ده بالذات. قالت لي يا دكتور انا رحت عملت اشاعات، ولما عملت الاشاعات طلع عندي ورم مش عارفه ايه في الرئه، وبناتي يا دكتور، كان معايا 3 بنات، بناتي يا دكتور، وتخيط وتنهار، اعمل ايه يا دكتور؟ بناتي هسيبهم لمين؟ اعمل ايه؟ وتعيط يا حبيبتي. قلت لها راحت لثلاثه دكاتره، ثلاثه دكاتره. المهم قلت لها طب انا هقول لك على حاجه، اللي حصل حصل، صح؟ قالت لي اه. قلت لها طب تعالي نعمل خطوات باذن الله، يعني احنا انا عن نفسي كنت بجرب بصراحه. ليه؟ لان انا مش واثقه في يقينها، انا واثقه في يقيني انا اقدر، انا هجيب نتيجه، لان انا عارفه انا يقيني ازاي اعمل مع ربنا، لكن هي بفضل ربنا عليا، لكن هي انا ما اعرفش يقينها. المهم اشتغلت معاها في الثلاث حاجات اللي قلت لك عليهم، النيه والسعي والدعاء اللي انا هكلمهم لكم عليهم في رمضان باذن الله. قلت لها تعالي بس نظبط. اول حاجه كسرتها لها هي انها تكبر ربنا على المرض، مين اللي جايب المرض ومين اللي بيشيل المرض؟ طب دي رساله من ربنا في ايه؟ طب انت المهم ايه؟ قعدنا نظبط نظبط نظبط. البنت سابتني اسبوعين اتنين، 14 يوم بالظبط تطبيق. المهم كلمتني والله زي ما بقول لكم كده بالظبط، انا نفسي انبهرت، انا نفسي ما بقتش مصدقه.
يا دكتور شفت اللي حصل ده، انا رحت عملت عدت الاشعه ورحت لاتنين دكاتره تانيين قالوا لي مستحيل تكون الاشعه دي بتاعه الاشعه دي. هل بقى فعلا كان في غلط في الاشعه وتظبط، ولا هل هو فعلا كان في حاجه واتشالت؟ انا ما اعرفش. المهم قال لها دي حاجه بسيطه جدا، ده احنا هنعمل كذا علاجات والموضوع بسيط جدا، وروحي يا ماما ولا تعيطي ولا حاجه والموضوع. اللي بيكبر ربنا على اللي جواه والله العظيم قادر، هو اسمه كده قادر، واذا مرضت فهو اللي بيشفي. فكسري كلمه مستحيل، كسري كلمه اصل مش هقدر، كسري كلمه اصل صعب، كسري كل ده. مع ربنا مفيش مستحيل. كانوا يجوا يقولوا لي اصل انت مرضك خطير، كنت اقول لهم لا. اصل انت مرضك مستحيل، كنت اقول لهم لا. ان الله على كل شيء قدير، وده ظنك في ربنا، فمن صدق بالحسنى فسنيسره الايه لليسرى، لكن لو انت كذبت بالحسنى فسنيسره للعسرى. عشان كده انا رسالتي اهو لاي مريض والدكتور، حرام عليكم، انت اوعى تفقد الثقه في ربنا ابدا مهما كان اللي قدامك ده واثق وفاهم وعارف. لا، ربنا اقوى. والكل زي ما قلت لكم دكتور، اتق الله، لان الظنون والافكار والمعتقدات ممكن تخلي واحد يموت وممكن تخلي واحد يحيا. يا رب تكون رسالتي وصلت، نصيحه يعني طلب بقى، شير لاي حد ممكن تكون، يعني شير في اي حته، في الواتساب، في الفيس، في اي حته يمكن تكون في حد مريض وتعبان. يعني انا اعرف ام عندها ثلاثه عندهم السكر، المرض بقى كتير بسبب الافكار والمعتقدات دي، بسبب العلاقات الغلط وحاجات كتير غلط، يمكن تخش عليه بالنفع. وكما تدين تدان، لو هو استفاد انت كمان ربنا يعوض عليك بالنفع ويعوض عليا، وكل ده دنيا ولا هيفرق معانا. المهم احنا نقابل ربنا، نقابل واحنا عاملين حاجه يعني حلوه نقابله بيها. يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.